السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد، ويا رب كلكم تكونوا بافضل حال. اليوم معنا فيديو مميز جدا. ماريا قحطان ترتدي الحجاب، كتير كتير بنبسط لما تكون صبية صغيرة وبعد هيك لما تكبر شوي تلبس الحجاب، اشي جدا بفرح. هلا اللي بعت لي الفيديو قال لي انها ارتدت الحجاب، واول حجاب لبسته اللي هو الشماغ الفلسطيني اللي هو بنقول عنه الكوفية. احنا معناش شماغ، احنا عنا كوفية. فهل فعلا لبسته ولا لا؟ خلينا نشوف. طبعا الصورة المصغرة للفيديو لابسة شارب أبيض، حجاب أبيض، فوين الشماغ؟ خلينا نشوف احنا وياكم. بس قبل ما اعمل ردة الفعل على ماريا قحطان، بدي اطلب منكم انكم تدعموني على الرابط اللي موجود في صندوق الوصف، هو رابط الموقع اللي احنا عملنا عليه الصفحة اللي هو GoFundMe، وكمان في رابط، لا مش رابط، حساب البنك الخاص فيا انا موجود برضه في صندوق الوصف. في ناس كتير بتسأل بتقول وين الاسم، لا هو هذا الرقم الايبان، يعني الرقم الدولي للحساب. والبنك اللي بيسأل طبعا عن البنك، بنك ولنا الشرف بنك فلسطين، انا في بنك فلسطين، والاسم هدى جمعة، انا هذا حسابي يعني. فشكرا جدا جدا على اللي دعمنا، وشكرا جدا جدا على اللي بيبعت رسائل وبقول انا مش لاقي طريقة، اعطوني طريقة. وفي كتير بعت لهم والحمد لله يعني قدروا يوصلوا لنا. فشكرا جدا جدا لكل واحد دعم، دعمك طبعا بيفرق معانا كتير. وهلا خلينا نعمل ردة فعل على ماريا قحطان ترتدي الحجاب، يلا. ما شاء الله. السلام عليكم الحفل الكريم. لقد اخترت في حفل ارتدائي للحجاب ان يكون حفل حجابي بالزي الفلسطيني، بالكوفية الفلسطينية، بالحجاب الفلسطيني حتى نرسمها. برافو عليك، الله عليك. حتى نرسلها رسالة هامة من ارض اليمن الى فلسطين الحبيبة، وإلى كل أحرار العالم الواقفين مع أبناء فلسطين. إننا في كل الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمسيرات الفنية وغيرها، نحن وأحرار العالم معكم يا أبناء فلسطين الحبيبة. دعوني أطلب من الجميع الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة إلى أرواح شهدائنا في فلسطين الحبيبة. طبعا انا بتمنى الكل يقرا الفاتحه، طبعا الان على روح الشهداء، شهداء فلسطين زي ما قالت الحبيبه. يعني حركه ولفته بصراحه جميله جدا. طبعا هي حفله المليون ونص، وطبعا هي تحجبت، فهي اختارت انها يكون الحجاب بالكوفيه الفلسطينيه. ف يعني عن جد اشي رائع جدا جدا جدا. وهي بتقول انا بدي اتوصل رساله، يعني كل هاي رسائل يا اهل اليمن، والله كتير 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 رسائلكم، كتير رسائلكم، يعني احنا انتم مش محتاجين توصلوا رساله، الرساله وصلت من زمان من زمان، من قرون وصلت الرساله، رسائلكم وصلت يعني. فاحنا ما بنتفاجأ لما اي حدا يعمل هيك، لانه زي ما انا حكيت كل حدا في اليمن مع فلسطين، طفل، امراه، رجل، شجرة، أرض، سماء، كله 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 مع فلسطين. فإحنا هذا إشي متوقع منكم. خلينا نكمل. أمورة ما شاء الله عليها، الله يحفظها. شمع الفرح الليلة دي، الليلة دي أحلى فرحة وأحلى عيد. الليلة دي، الليلة دي ده شمع الفرح. قديش عمرها؟ تقريبا يعني قديش عمرها؟ وهل انتم، خلينا نوقف بس لحظة عشان الصوت، هل انتم عندكم من ايمتى البنت بترتدي الحجاب؟ يعني احنا عنا الاشياء متفاوتة بصراحة، يعني ما اعتقدش في اليمن، ما شفتش نهائي، وانا متأكدة انه ما فيش حدا في اليمن بنت مش مرتدية الحجاب. طبعا في الخمار كاملة،
وفي اللي هو الحجاب العادي، اللي هو الحجاب اللي هو الوش مكشوف والكفتين يعني، تمام. بس احنا عندنا في يعني للأسف يعني، بس انه في ناس عادي يعني، في ناس ما بترتديش الحجاب وبتكبر يعني، وفي ناس كبيرة وبتخلف وهيك وعادي يعني، النسبة قليلة بس موجودين يعني، موجودين بيننا. إيه بس انا بحكي عن السن اللي انتو مثلا خلص البنت هاي لازم تلبس الحجاب، ما في مجال، تمام. انا بشوف في اليمن يعني يكاد يكونوا اطفال يعني بلبسوا الحجاب، فهل هذا يعني بين الكل؟ مثلا خلص البنت لازم لما تصل مثلا 10 سنوات 14 سنة، امتى السن اللي انتم يعني متفقين عليه بشكل عام الأكثرية؟ طبعا انا عارف في ناس بتلبس الحجاب من بدري كتير، وفي ناس بتلبس من متأخر يعني. مريا قحطان مش صغيرة بعتقد يعني، اعتقد انها فوق 15 سنة، اكتبوا لي تحت في التعليقات. احنا عندنا مثلا خلص يعني، انا شخصيا، احنا شخصيا كعائلة ماجد مثلا، يعني انا لبست بناتي على الحجاب لما خلصوا صف سادس ودخلوا في اولى اعدادي، تمام. كلهم اولى اعدادي لبسوا الحجاب يعني، اجازة الصيف اتعودوا على الحجاب وراحوا على المدرسة في اولى اعدادي اللي هو صف سابع، خلص لابسين الحجاب ومتعودين عليه، تمام. ففي ناس لا، في ناس بخلصوا ثانوية بعدين الثانوية العامة يعني وبعدين بلبسوا الحجاب، في ناس لا، في ناس اقل. واحنا عندنا طبعا الاقل هذا مش كتير يعني، احنا المتعارف عليه في الاعداديه، اولى اعدادي ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي لازم تكون لابسه الحجاب، تمام. فانتوا ايش المتعارف عليه عندكم يعني، من اي سن مثلا يعني المتعارف عليه؟ انا عارفه انه في ناس كتير بتلبس اطفالها، اطفال بيكونوا بنات يعني عمرهم 5 سنوات 6 سنوات بتلبسهم الحجاب في اليمن، زي عندنا في ناس عندنا هيك خلص بلبسوهم الحجاب بدري كتير كتير، وفي ناس متاخره. انتوا عندكم مش متاخر طبعا، فيش عندكم حاجه متاخره يعني، ما فيش، ما شفتش انا ولا سمعت انه في بنت تكون مثلا عمرها 18 20 سنه ومش لابسه الحجاب في اليمن. ممكن تكون برا اليمن اوكي، انا ماليش دعوه، انا بحكي في اليمن داخل اليمن، فاكتبوا لي هذا التساؤل. خلينا نكمل. شايفين يعني ما فيش، كله لابس حجاب. ليس الا في داخل الوطن حتى في خارج الوطن، اذا رايت امراه تمشي في الشارع وهي محجبه عرفت انها يمنية. ايش قال؟ ليس الا في داخل الوطن حتى في خارج الوطن، إذا رأيت امرأة في الشارع محجبة ليس في داخل الوطن بل في خارج الوطن اعرف انها يمنية. ما شاء الله. ملاك فتحي. نسيت الاسم، أنا آسفة أنا نسيت اسمه بصراحة يعني، كبر السن مثلا واحد ذاكرته مش زي الأول. أمها اللي هلأ قبل شوي منتقبة، أعتقد إنه أمها، لأنه أنا عملت عليها ردة فعل قبل هيك وإجت الست هاي صورت معها. طبعا لفتة جميلة جدا جدا من الفنانة ماريا قحطان، شكرا جدا جدا لإلك يا ماريا. طبعا يعني زي ما شفنا هي محتفلة بالمليون ونص، وفي نفس الوقت طبعا كانت فرصة انه ان هي ترتدي الحجاب، وبالمرة انها تعمل احتفال للحجاب ولانها وصلت مليون ونص، الله يزيد ويبارك يا رب. طبعا ماريا قحطان من الناس الجميلة جدا، خلوقة جدا، بتعمل كتير اشياء جميلة زي التبرعات والأشياء المساعدة هذه، أنا
كنت متابعاها ولحتى الآن طبعا، بس بظروف الحرب وهيك يعني انقطعت فترة، بس يعني بتعمل أشياء خيرية كتير، فالله يقدرها يا رب ويقدركم جميعا يا أهل اليمن. بس حظها كمان الاحتفال، احتفال في مكان مش احتفال كبير أو في مكان فاتح، وأنا أعتقد أنه هذا علشان غزة. وفي نفس الوقت لبست الكوفية الفلسطينية عشان تقول لأهل غزة أنا بحتفل بس أنا مش نسياكم، أنا بوصل لكم رسالة إن إحنا معكم. فكان أنا هيك فهمتها، فأنتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات شو رأيكم. فالله يفرحكم يا أهل اليمن، ودائما تكونوا مبسوطين وفرحانين ومنتصرين. وشكرا جدا جدا على المشاهدة، ونلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.